كيوقع التغيير كيدخل احمد اجدو. نتابع مره اخرى الاعاده لهذه المحاوله اللي بدل خلالها اللاعب المهدي النغمي مجهودات كبيره. نتابع مره اخرى الانسلام من الجهه اليمنى في الوقت اللي كان بمفرده وكان معزول المهدي النغمي. كانت جرأة، كانت محاوله وفعلا اتت اكلها بعد هذا المهدي النغمي. وهذه اعاده للهدف والطريقه اللي جاب بها الهدف ديال الفوز ديال فريق الجيش الملكي لحد الان امام ارتباط كبير ديال المدافعين ديال فريق الجمعيه السلاويه. شكرا لك.